السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حاولت ان انا اتنبأ بالاسئلة حتى اللي انا هسألها لمعالي وزير المالية الاستاذ عمرو الجرحي النهاردة في لقائي، ما اعتقدش اني قادر اتنبأ بيها دلوقتي. مش عارف ايه اللي الوقت هيسمح بيه وايه اللي الوقت اللي مش هيسمح بيه، والاسئلة ممكن تتفرع لايه. اللقاء الحقيقة انا منتظره بقالي فترة، لكن ما اعتقدش ان ممكن التوقيت كان يبقى افضل من النهاردة. معالي الوزير لسه راجع من الولايات المتحدة الأمريكية ولقاءات مع صندوق النقد الدولي، ومعه محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر، فده من ناحية بتاعت حاجة لسه حاصلة من ساعات قليلة جدا. ثم بعد ساعات هتكون المناقشة الأولى لقانون الضريبة المضافة في مجلس النواب، فبالتالي احنا واقعين في البرزخ اللي ما بين الاثنين، فبنقول ان التوقيت هو التوقيت المناسب لهذا اللقاء الهام مع معالي وزير المالية الأستاذ عمرو الجرحي. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك أسامة، اهلا بيك. معالي الوزير، خلينا نبتدي من النظرة العامة والأشمل والكلمة اللي بتخوف الناس، وهي كلمة الإصلاح الاقتصادي. الإصلاح الاقتصادي ضرورة موجودة في الفترة الحالية، ويمكن يكون موضوع اتأخر جدا. حضرتك بتتعامل مع الإصلاح الاقتصادي على أي أسس؟ بص حضرتك، هو الـ 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 الحاجة الأساسية لازم نبقى متأكدين منها، أنه لازم يبقى عندنا الاقتصاد بيشتغل بشكل سليم، لازم يتحط على تراك مظبوط وطريق مظبوط، بحيث ان احنا نقدر نحقق نسب النمو اللي مطلوبة، وبحيث ان احنا نقدر نحقق خلق وظائف العمل. لانه المنظور الاساسي بالنسبة لنا انه العدالة الاجتماعية في افضل صورها، انه حضرتك نقدر يبقى الاقتصاد شغال ونقدر نخلق فرص عمل للناس. بدونما هذا هنكون بنفكر بطريقة مش سليمة وبطريقة مش مظبوطة الحقيقة. الفكرة ان احنا النهاردة بقالنا 5 أو 6 سنوات عندنا عجز موازنة كبير. السنة الأولانية 10-11 نتيجة أن كان الجزء الأولاني منها كان فيه قدر من الاستقرار، ولكن السنة كلها على بعضها كنا في حدود 10%، وبعد كده استمرينا مندفعين في نسب عجز بدأت تخش في 11% و12% و13% وعلى فترات طويلة، وبقى لنا 6 سنين لغاية سنة 2016 وإحنا في هذا الشكل. ما نقدرش حضرتك نستمر بهذا المنظر لسنوات طويلة، لأن ده بيحط علينا أعباء شديدة جدا. اللي حاصل إن إحنا اندفعنا في زيادة الانفاق بشكل كبير قوي، لم يصحبها في نفس الوقت نشاط اقتصادي، لانه ال4 سنين الاول كانت نسبة النمو فيها بتتراوح ما بين 1.5 و2% لدولة زي مصر، فده بيحط عبء كبير جدا، لانه لما ميبقاش عندك ايرادات نتيجة انه في نشاط اقتصادي وبتندفع في زيادة النفقات بشكل كبير، بتلجأ فيه لتمويل مثل هذا الكلام، بتلجأ للمديونية، فبتلجأ للمديونية، فبيبقى عليك عبء اكتر في خدمة الدين، بالفوائد بتزيد، فالعجز بيزيد، وبتبتدي تخش في متوالية سلبية كبيرة. فلازم الحقيقة ان احنا يبقى لنا وقفة في هذا الموضوع، ان احنا نقدر نبتدي نقلل عجز الموازنة، نبتدي نقلل الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مش هنقول هنقلله كرقم مطلق، هنقلله كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وبعدين بالتدريج نبتدي نسيطر عليه في إنه ما يجريش أنا لمستويات أعلى من كده. حقيقة أنا عايز أقول لك إنه نسب العجز اللي إحنا فيها دي يمكن ما شفناهاش أو ما شفناش قربها إلا من نهاية الثمانينات، ولا حتى يمكن نكون شفناها في التسعينات. يعني في نهاية الثمانينات كنا ممكن نكون عند نسب 14-15% عجز، وتضخم كان في حدود 20% والكلام ده كله، فاحنا ما شفناش هذا القدر من الـ 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 من وقت ما اتعملت برضه اتعمل الاصلاح الاقتصادي ومشينا في التسعينات، وكان يعني تعرضنا يمكن في نهايه التسعينات لغايه 2002 و2003 لبعض الصعوبه، ولكن ما كانتش بالاحجام اللي موجوده دي، لان بعض الملفات الاخرى ما كانش فيها نفس مستوى الضغط اللي موجود دلوقتي. فبالتالي احنا لازم يعني نتنبه انه الاستمرار بهذا الشكل مش امر صحيح. زي ما قلت حضرتك، ال4 سنين الاولانيين كانوا صعبين، ولكن 14-15 و15-16 حصل فيهم شغل كتير، وده كان نتيجه انه السيد رايس تبنى مشروعات مهمه جدا، وفي اطر مختلفه، اطر في البنيه التحتيه، واطر انه يبقى فيه ما يسمى بايكونوميك بلاتفورم او منصات اقتصاديه ممكن ننطلق منها، وبرده في شبكات الحمايه الاجتماعيه تمت بشكل كويس. فبالتالي ان احنا النهارده عايزين نرجع لمستويات العجز ومستويات الدين للناتج المحلي الاجمالي والتضخم، انها تبقى في مسارات سليمه وفي مسارات مظبوطه، بحيث ان احنا نقدر نمشي لقدام بشكل ايجابي. طيب، ده اللي احنا عايزين نعمله، فبالتالي ايه الاجراءات الاساسيه اللي بتتخذ؟ هل هي قانون الضريبه المضافه،
وايه تاني يعني؟ بص حضرتك، هو يعني انت حضرتك الحاجات اللي يمكن تكون تمت يعني في انت اولا بتتكلم على انت عندك عجز موازنه وتقدمت بيه تقدمنا بيه للبرلمان، وبنستهدف فيه ان احنا نحقق عجز نكسر بيه برقم 10%، يعني ان احنا نعمل 9.8% 9.9%، وبما فيه من ايرادات تتحقق، منها ايرادات ضريبيه ومنها ايرادات اخرى من موارد اخرى من الدوله، لازم نشتغل ان احنا نحققها، وفي نفس الوقت ان احنا الانفاق يبقى انفاق سليم ومتوازن، ونضغط كمان في الانفاق بقدر المستطاع، بمعنى ان انت بتضغط في حاجات تقللها في بعض المناحي المعينه، زي ما بنكون بنتكلم مثلا في شراء السلع والخدمات على الجانب الحكومي، ما تبقاش في قدر من التسارع في الصرف في هذا البند. لو عايزين نصرف على استثمارات عشان برضو يكون بنستكمل مشروعات في مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات اخرى من شانها انها برضو تستمر تطور في شكل الاقتصاد، ده برضو امر بيتم انه الدعم